هناك كثير من العمليات التي قامت بها إسرائيل ولم تعلن مسؤوليتها عنها، وهي لن تعلن الآن مسؤوليتها عن العمل الذي حصل في طهران. إيران متأكدة أن إسرائيل وراء هذا الاغتيال، لأن الوحيد الذي له مصلحة في اغتيال الشهيد هنية هي إسرائيل، وخصوصا أن الحرب قائمة في غزة، وأن عنصر الأساس في هذه الحرب هو حركة حماس التي يتزعم فيها هو الشهيد، يتزعم فيها المكتب السياسي، فهو رئيس المكتب السياسي في الحركة. لذلك أنه لن تتبنى إسرائيل هذه العملية حتى لا تعطي لطهران ورقة تستخدمها كعملية الرد بشكل أكيد، يعني أنه لديها إثبات من إسرائيل. دائما تقوم بذلك إسرائيل لتهرب من المسؤولية. وأنا أما فيما يتعلق بكيفية اصطياد الشهيد هنية في طهران، فهو هاتفه، فهو لديه هاتف من قطر يسمى ثريا، وهذا مكشوف لدى الإسرائيليين، وهم استطاعوا أن يعرفوا مكان إقامته وأن يحددوا الهدف بناء على الهاتف.